عودي معكم للمتابعة. بلش الجد مع الست بلقيس بريحة الطبخ وبلشت الوصفات اللي هي للغدا. بس قبل رح أقرأ بعض الكومنت. أنا سألت سؤالي على الفيسبوك كيف تتراضوا بعد زعل، أعطونا طرقكم. صابرينا ما بتعرف تراضي، ونحن كمان أنا كمان مشتاق صابرينا. ثانكيو لاشتياقك، مش غرور بس هيك بحب أحكي معه ولا كأنه صاير شيء. أفتر تجورة، صباح الخير. أنا عندي قاعدة دايما بطبقها بعد الزعل، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من يبدأ بالسلام. صدق الرسول كثير، يعني الواحد اللي بيعمل المبادرة هو اللي بيكون من الخيرين. لولو كسيبي، مصالحة من دون عتاب لعدم فتح باب القيل والقال. بونجورك أبو جوج. بونجور سجود غلاييني، أنا ما بحب الزعل والخناق، طوالي بمصالحة بدون ولا شيء. دغري هي طوالي، دغري بتاخد المبادرة. سجود محاسن حفار، جود مورنينج جوزيف. إذا مزعل حدا after short time but sometimes upset so hard to get. إذا كانت مزعل زعل صغيرة ممكن تبادر هي بعد فترة قصيرة، ولكن إذا زعل كبيرة تنطر حدا إنه يراضيها. كمان مش غلط، في كتير عالم بيحبوا إنه هني يتراضوا ما يراضوا، هذه بتصير حسب كيف معود كل شخص. حكمة سالم، صباح الخيرات، أنا قلبي طيب بفور وبروق بسرعة، ما بحب حدا يزعل مني. برافو يا حكمة. ملاك الصمت، صباحو، أنا ولا مرة زعلت من حدا، وإذا زعلت بنتصالح بكلمة من الطرف الثاني، يعني بتنطري كلمة واحدة. أمل ياقوت، صباح الورد عليك يا أمر. تانكيو. أنا قلبي أبيض بسامح بسرعة ولا بعاتب حدا، ربنا بسامح العبد طبعا. يسعد صباحك جوزيف، بحب أنا بادر بالمصالحة بشي هدية أو بوسة. مش غلط أبدا، خانة أنا وياك. لكن فراس قداري، صباحك فل، أنا ما بحب حدا يزعل مني، فورا بحكي وبعاتب حتى لو عم خانق بس براضي فورا. جانا مجذوب، صباح الخير أستاذ جوزيف، أنا بحب صالح إذا كان زوجي حبيبي لأنه ما بعود باكل ولا بنام إلا لنحكي مع بعض. يعني في عندي كتير كومنتس ما رح أقدر أقرأ الكل، في قصص مهضومة كمان يعني، بس مثل ما لاحظت أنه الأغلب ما بحبوا أبدا الخناق، بحبوا دايما يكون في صلحة، وإن شاء الله دايما الله يديم الوفاء والصلحة. ماشي الحال، أنا وياك سمنة عسل اليوم ولا شو؟ ماشي الحال؟ ما بنتخانق، مين قال؟ لا بس عم شوف إذا إنه كل شيء سمنة عسل، محضرتي لي الموني ومحضرتي لي الطبق الأساسي كل شيء، والأكل والغدا والعشاء لتاني يوم ودليفري إذا بدك. مهضومة مهضومة أنت يا بليس، مهضومة. أنا رح أتركك هلا مع وصفاتك طبعاً، وبعد شوي أنا جاي أخرب لك الدنيا. أهلا وسهلا. انطريني. ورشة ملح مع بليس. صباح الزيتون وصباح الكبيس وصباحكم فل وعنبر. بلشنا حلقتنا اليوم بالزيتون وبرس الزيتون، بس نسيت خبركم شغله انه كل حص زيتون لازم يندق. انا على الهوا جربت دقدقهم كلهم، بس لازم كل حص بحصه يندق، تتغسل الزيتون. انتو شفتوا شوية وراق وكذا، لانه نحن عم نعطيكم الفكرة، ويعطيكم الف عافية اللي عم بيقطفوا زيتون. وبعتذر منكم اني مش حكون معكم بهالموسم، بس نزلولي الموني وانا بكبسها. هلأ رح بلش بوصفتنا لليوم، وباخر حلقة لما يجي لعنا جوزيف نرجع من عيد كيف عملنا الزيتون وكيف عملنا الفطر. اول شي بدي اعمله او عملته انه سلقت نص راس البطاطا بقشره، سلقناه نص سلقه، رح احط له من الثوم يلي بقشره، رح احطهم بس لاخذ النكهه، رح ضيف شوي من زيت الزيتون على ارض الصينيه. هلا بقلكم شو عم نعمل ولا شو عم نعمل هيدا الشيء. رح ضيف شوي من الزبده على كل قطعه من البطاطا اللي عم بتشوفوه على وجه البطاطا، هو بهار حلو فيكم ما تضيفوا، فيكم ترشوا زبدة سبراي كمان، هو بيقدر يتحكم اكتر بكمية الزبدة، بس نحنا كلنا ضعاف وبنقدر ناكل زبدة ما عنا اي مشاكل. ودايما بالويك اند بيزورب الشخص مننا بيقدر انه شوي يزعبر بالويك اند، انه كل الاسبوع عم ياكل اكل بالبيت، فبالويك اند شوي نحنا منغنش حالنا بشوية فاتس. شو عملنا هون؟
حشوة الكبة أو حشوة البطاطا بالصينية، أي حشوة نحن عادة بنعملها، بصلة مفرومة ناعمة مع لحمة مفرومة رح حطها فوق البطاطا. هيدي البطاطا بدي أقدمها مع الستيك يلي بدي أعملها هلأ. كل حبة من البطاطا رح حط عليها من الحشوة يلي نكهتها ببهارات عربية اللي هن القرفة والبهار الأسود وبهار الحلو، منحطها بالفرن بس لحتى تدوب الجبنة وتتأمر، لأنه البطاطا مستوية واللحمة مستوية، ما في شيء غير إنها تدوب الجبنة. بعد ما تدوب الجبنة تتقدم هذا الطبق جانبي مع الستيك. رح ندخل صينية البطاطا على الفرن ونجي لعند الستيك. نحن بحاجة لقطع من الستيك السميكة، الفيليه، رح نقليهم بس ما بدنا كتير نقوي النار وما بدنا كتير نتركهم على النار، لأنه بدي إياهم طرايا. إذا أعطيتهم أكتر من وقتهم بتقسى اللحمة. شو بدنا نتبلهم؟ بدنا نتبلهم بزيت الزيتون، ملعقة من الملح لكيلو الستيك، بهار أبيض، بهار أسود كتير طيب معه الستيك البهار الأسود، وملعقة من الخردل مع حبوب الخردل. رح مثل ما بيقولوا اعجنهم مع بعضهم، حركهم، خلي النكهات تختلط. فينا ننقع هالنقعة من قبل 6 ساعات، فينا ننقعها من قبل بيوم، وفينا دغري نعملها. هرجع عيد انا وياكم شو عملنا. قطع الستيك حطيت لها ملح، بهار ابيض، زيت زيتون، خردل وحبوب الخردل، وبهار الاسود، وراح نقليهم مثل ما قلت لكم. تقلية سريعه على نار لطيفه جدا. وبيتقلبوا كل شوي، رح نقلبهم. اهم شيء تكون حرارة الزيت قوية، يعني ما بنحطهم على البارد، بدي اقلبهم 4 مرات وبس. بدي اتركهم شوي يكونوا روزي من جوا، وفي حسب كل شخص بالبيت كيف بحب ياكل قطعة الستيك. على جنب رح بلش حضر انا وياكم الخضرة يلي بدي اقدمها حد الستيك، وباخر فقرة رح نعمل صوص الفطر يلي بده يتقدم معها الستيك. عنا اليوم الوصفة ستيك مع الخضرة والفطر وصوص الفطر، وعلى جنب بدنا نقدم معهم البطاطا المشوية بالفرن مع اللحمة والجبنة، واكيد السلاد يلي وعدتكم فيها اللي هي بالزيتون الملح والفتة. حنضل نقلب الستيك ونشكه نحن وعم نقلبه كرمال الحرارة تفوت بقلب قطعة الستيك من جوا، ونحن وعم نشكها بتبين معنا قديش القطعة طرية وقديه اللحام ما غش علينا. حتى لو كانت القطعة سميكة، إذا قطعة الفيليه منيحة ما بهم سميكتها، بالعكس كل ما كانت سميكة
كل ما فات فيها الصوص اللي نقعنا وطلعت جوسي من جوا اكثر. بدنا نقمر الستيك على طرفين. على جنب قلت لكم بدنا نجيب الخضار المشكلة نقلبها مع شوية زبدة، هي مسلوقة بس بدنا نقلبها مع شوية زبدة. بعد ما تستوي قطعة الستيك رح قلي الفطر بنفس صينية اللحمة كرمال تاخذ الخواص الموجودة يلي نزلت من اللحمة. أهم شيء نضل عم نقلب وننتبه إنه ما يحترق الستيك. حناخد شوي من الزبدة لنقلي فيها الخضرة. اليوم عم نتحمم نحن بس ولا أروع الروائح عن جد. بعد بدها شوي لحتى أحس إنه الحرارة أمرت لي كل قطع الستيك الموجودة. مثل ما قلت لكم بدنا نضل نعمل فتحات صغيرة بس كرمال تستوي منيح. وكل شخص ببيتكم تكونوا بتعرفوا انتو كيف بحبها، مستوية او متوسطة الاستواء. هون الزبدة بلشت تدوب، رح ضيف الخضار المسلوقة وقلبهم مع شوي من الزبدة، شوي من بهار الثوم مع بهار الأبيض، شوي من بهار الأسود، وطبعا ورشة ملح. عم نقلب الخضرة بهيدا الشكل. الخضريات الباقية رح اعملها بشكل مطاول. رح نقدمها بصحن التقديم. بريك ومنرجع لكم لنكمل وصفتنا. عودي معكم للمتابعة. أول شيء بدي أتشكر كل يلي تابعونا من بداية عالم صباح، وبدي أحيي كل يلي انضموا لنا هلأ. منذكركم أن نحن اليوم الوصفات كان في عنا بالأول مع الشيف غير مواضيعنا يلي ما رأيت وما لحقتوها، فيكم تشوفوها يوتيوب أونلاين طبعا لكل يلي بيحب يشوف أي فقرة من فقرات يوم السبت بعالم الصباح. بس الفطر انكبس، الزيتون انرص، وراح يصير في كبس للزيتون السبت القادم مع ست بلقيس. وطبعا بلشنا بالبطاطا المشوية المسلوقة اللي عليها جبنة ولحمة عم تتحضر، وكمان الستيك اللي ولا أروع الريحة بالستوديو ما بخبركم. بلقيس ردي تقلعي من جديد؟ يلا بدك اجي عنديك ولا مرتاحه من دون؟ يلا يلا ارتاح هلا وبعد شوي بتجي على التيستي. طيب ما دامك قلتي هيك انا جاي دغري هلا. قولي باردون. قولي على الهواء ما بتقولي باردون؟ بلا باردون اكيد. فانا عم نقول ورشة ملح مع بلس. بعدنا عم نقول انه يلي بده يصالح بيصالح هو كرمال
ما له جلاده هيك على المشاكل، فانا كرمال هيك بيني وبين جوزيف اول شيء حطيت شويه مي، كرمال هيدي المي بدي اعمل منها الصوص للمشروم. حاخذ قطع الستيك حطها فوق الخضره يلي سلقتها وقليتها بشوي من البهار الابيض وبهار الاسود والزبده. رح حط قطع الستيك هون، اكيد هيدي مش بورشن لشخص واحد، هاي للعائله كلها، لعائله عالم الصباح. رح نحطهم بهذا الشكل. هلا بعد شوي مننظف الطبق. خليني هون قطع الفطر مع الثوم، قطع من الثوم رح اغليها مع مية الستيك مع الصوص يلي نزل من الستيك. رح نحطهم كلهم سوا، حقلي فيهم الفطرات، حاغلي على جنب شوي من المي والطحين لشد فيها الصوص. دايما الصوص اللي بشتغلها بفقراتي بتكون صوص خاصة لستات البيوت، صوص لست البيت تشتغلها على السريع اكيد تطلع قريبة لطعمة الصوص اللي بتاكلوها بالمطاعم. بس هيك شوي هوم ميد. حطينا الثوم مع الصوص والفطر، حطيناهم مع صوص اللحمة، رح نتركهم ينطبخوا مع بعض. رح ضيف شوي من المي واتركهم يغلوا لتشد الصوص. بعد ما تشد رح حط رشة من البقدونس على وجهن وينضافوا حد الستيك. رح نشوف شو صار بالبطاطا والجبنة بعد بدها شوي. نحن مثل ما قلنا سلقنا راس بطاطا، قسمناه بالنص مع قشرته، سلقناه نص سلقة، قلينا لحمة وبصل وشوية بهارات عربية، حطيناه على وجه البطاطا مع شوية زبدة وجبنة على الوجه، كمان شويناها لتتقدم مع الستيك. بهالوقت لكان غلى الستيك، رح أعمل على السريع أنا وياكم سلاد الفتة مع الزيتون. نحن لشو بحاجة لهيدي السلاد؟ بحاجة لبندورة، بحاجة لبقلة، بحاجة لبصل أخضر، وأكيد جبنة الفتة. حنقطع البندورة بهيدا الشكل قطع كبيرة، رح نقطع من الفليفلة إذا بدنا، بس أكيد يلي بدنا إياه هو البقلة أو الفرفحينة حسب كل بلد أو كل ضيعة كيف بتقولها. رح قطع البصل الأخضر قطع كمان كبيرة، كرمال يلي بحب البصل بيكلها واللي ما بحب بيشيلها على جنب. أنا بدي النكهة، رح شيل من الفرفحينة أو البقلة الوراق الحلوين الكبار، رح نحط عصرة من الحامض، حبوب الزيتون الملح. رح نشوف هون شو صار عنا، عم بتشد شوي الصوص، بعد بدها تغلي نتفة. نحنا ما حتنسوا اكيد انه بقلب تتبيلة اللحمة كان عنا حبوب من الخردل، وكان عنا البهارات اللي هي بهار أسود وبهار أبيض وبودرة الثوم، فهيدا كله مع نكهة اللحمة رقت بالصينية. زدت له مي وزدت له الثوم والفطر، وهي عم ينطبخوا كلهم مع بعض. فيك تشد شوي بالمي والطحين، وأنا حاسة إنه ما بدها شد لأنه الصوص منيحة ما بحاجة لأنه نشدها. حناخد من قطع جبنة الفتة، حناخد من جبنة الفتة وضيف على السلاد. في سلاد؟
سلطة بس من الجبنة. حسيتك ما انبسطتي لما جيت. أهلا وسهلا. انبسطتي؟ دقوا المزامير هيك بيقولوا ولا دقوا شو بيقولوا؟ ما بعرف أنا كثير. أنت مشهورة بشوي غنيت لي للزيتون. إيه شو بدك غني لك للشامبينيون هلا؟ في؟ طيب أنا رح أقول لك شغلة. قول. هلا هيدي الصوص شامبينيون اللي نسمع فيها انه بدكم صوص شامبينيون صوص شامبينيون اوكي اللي هي زبده هي اجمالا في بودره وطحين. في ظروف بودره للفطر من براندات معينه. انت ضد المعلبات عامله حمله ضد المعلبات. لا بس انا بالنهايه امباسدر لهيدا البراند مش ضروري نذكر اكثر فانا لحظه لحظه كمان قولي باردون. لا هيدا ما فيه باردون. ليش عم تعملي دعايه بدك تدفعي مصاري؟ ما قلت اسمها. ها؟ ما قلت اسمها. ما قلت اسمه؟ لا ما قلت اسم البراند. فوتوا على صفحة بتعرفوا شوي. بس ليكي بدي اقول لك بس عن جد ولا اطيب من شوربة فطر. تخيلوا انه انا اكتشفت وشو اكتشفت انه ببيتك شو بتجيبي على بيتي؟ ايه قول بس. ها؟ بتعرفوا المثل اللي بيقول السكاف حافي والخياط عريان؟ شو وباب النجار مخلى. ايه بتعرف بس هي رح اقول لكم اياها. قاعدين بلا اكل بالبيت عنده. لا ولو مش هيك بس انه انه اولادي بحبوا يطبخوا فاكيد ما رح يروحوا يعملوا يصنعوا فطر بينزلوا بيجيبوا علبة فطر وبيجي بيجي انا بلاقي الاكل جاهز. ليه بينصنع الفطر عادة؟ ايه انا صنعت. صنعتيه قصدك معلب يا جوزيف كبستيه يعني. كبسته. طيب هون حطيتي شامبينيون ما كملنا شامبينيون وخردل حبوب. لا هي من النكهة يا جوزيف من نكهة اللحمة. اوكي عملنا هيدي الصوص. بس انت عادة بتستعملي كل شيء بلدي هون. كل شيء بلدي. ايه ما بتحس من اكلي. بلا 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 بلا. عملتيها شوي سينيونت يعني شوي فيها دم اللحمة. ايه؟ انت بتحكي لانه هي طرية وفي ليه؟ لانه طرية في ليه. اذا بدي كتر اكتر يا جوزيف على النار بدها تقسى اللحم شوي وبدها وقت اكتر فنحن رح نعملها متوسطة الاستواء. صارت هون عندي. قولي جوزيف خمس مرات ورا بعضه. اسمك سهل جوزيف 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 فهمت؟ انا فكرتك بتلدغي بشي حرف، انت بتلدغي بشي حرف؟ انت كمشتني بس انا ما بلدغ برا. قولي له. مش شو ما بتلدغي؟ برا. هلا قلتيها منيح، هيك غنج. ايه بس هي لما اقولها فجأة، ايه غنج. والله. مقطوعة كهرباء عندكم ولا جاي؟ هيدي شامبينيون خلصت. مش حيفهموا شو قصدك مقطوعة. هلا هي الشامبينيون خلصت. بس هيدي عادي فيك تحطي صينية من فوق ما بيأثر. ايه يلا. وشو هالاسود الحلو. الله يخليك. مش انك تغزل بتيابي على الهواء. انا كمان الله يخليك. بس ممنوع تاخذ شيء عشان تلتهي بالغنج ما تاخذ بس هذا الشيء كثير بشهي. ها اول شيء سلقتيه بعدين شويتيه. ايه اكيد. اوكي وبعدين حطيت عليه اللحمه المفرومه اللي هي ملايه مع شويه زيت. صح. وشو وبهارات. البهارات على طول بهيدا الاكل اللي بتحسه شوي عربي على طول ما بدنا غير نحط البهارات العربيه اللي هي القرفه والبهار الحلو. هي اكيد مش عربيه بس الاكل العربي بيتدخل له هيدي البهارات. اوكي هيدا الشيء كثير طيب خاصه طيب. اذا انفرم له شويه بقدونس. طب وانا تحكي بهارات عربيه يعني بهارات سعوديه بالدول العربيه باي جنرال. اوكي لانه انا مثلا بجيب بهارات سعوديه بتكون مخلوطه بستعملها محل بهار الحلو لكل الاكل لكل اللي اخذها السعوديه كثير بفوتوا بموضوع الزعفران والهيل باكلاتهم والكمون والكاري فنحن لا نحن عم نحكي بهارات عربيه يعني سبع بهارات سبع بهارات اللي هي جوزة الطيب البهار الحلو القرفه بهار الاسود بهار الابيض هو هن. هو اسمه صاروا سبعة. لا بدك تعدي بعد صاروا أربعة تفضلي كملي. لا مش معقول خلص برق لي. انه شاف انه المفروض تعرفيهم سبعتهم. سبعتهم؟ شوية هيل مش كتير. بس هيدا الشيء عم تسوي لي صحنة؟ مزوقة. عندك شك يا جوزيف؟ لا طبعا لا. شو نسيتها مثلا؟ لا لا نسيتكم. فأذن انتم الأصل. هيدي فازن بين الستيك وبين البطاطا اللي بالفعل بتشهي البطاطا لازم هاي لازم هاي لازم تنسلق بعدين تنشوى ايه لانه لا تقدر تكون طريه اكيد جوزيف. اوكي خلينا نحط
شوية بقدونس لأنه كتير بيلبقلق. وهيدي السلات شو الصوص تبعها؟ هيدي السلات صوص تبعها زيت زيتون طبعا، زيت زيتون، عصرة حامض بدي أعصرها عادي التعليق التقليدي لأنه بس يعني. كرميل وبدي أحط لها كمان رشة ملح، رشة ملح بدي أحط لها حر. وين راحوا الحرات؟ هون هون حر. لا هيو لا أوكي، بدي أحط لها شوي من الحر. رون الحر قصدي. ايه هيك بدهم يكونوا كلها بدها تكون هيك جوزيف. وشو هالطبق الاطباق الغير شكل؟ الغير شكل عن جد. انا بدي اتشكرك شيف، يعني نحن بتمنى نشوفك اكثر من سبت كمان. بتمنى عن جد. بس عندك شغل كثير بعرف. بس بدي اذكر المشاهدين انه بليز السبت الجاي حلقه ولا بتشهي يعني كثير كثير. اول شيء بدي نكه زيت الزيتون بالزعتر باكليل الجبل بالحر، بدي نكه الزيتون بحد ذاته، بدنا نكبوا الزيتون بالهيل، بدنا نكبوا الزيتون بالحامض والحر. فبليز يلي قطفوا زيتون وبلشوا بدو يحلوا ينطرونا بحلقه نهار السبت، حتكون أوكي. زيتون بزيتون. انا جاي الاحد. ايه اوكي. ثانك يو لك باليس. لكل المشاهدين طبعا بدي اتشكر متابعتكم لنا من الساعه 10 لغايه الساعه 1 بعالم صباح. بتمنى تقضوا نهار بقيه نهار حلو مع برامج تلفزيون مستقبل او مع مشاريعكم. وبكره عالم صباح جديد 10 بتوقيت بيروت. الى اللقاء. The way I feel, the way I feel, I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you.